يا زلمة، تركيز يا زلمة. يا زلمة ركزوا له. يا زلمة، بس يا زلمة والله. والله انت ضعيف يا شباب وحياة ربي. يا زلمة يا زلمة، انت يا زلمة عم شو عم تحكي؟ عن النت عن النت. يا زلمة، ولك انت اسطورة بدون انترنت يا زلمة. تسلم يا زلمة تسلم. يا زلمة حط دخان ريدي يا زلمة، حط ريدي يا زلمة. روح فوت هذا الحساب ناطرة، ها؟ روح فوت هذا الحساب. افوت هالحساب يا زلمة؟ شو افوت هالحساب يا زلمة؟ ثواني شوف شوف ايش ربح لنا بطولة يا زلمة. يا زلمة انت اسطورة يا زلمة. شوف شوف الاسكان شوف كود كود يا رجال كود. ولك انت اسطورة يا زلمة، شو بدي احكي لك؟ تسلم يا زلمة يسلم غاليك يا زلمة. حبيبي يا دخان. ايش قد ايش 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 قد عمرك يا زلمة؟ 14 سنة والله يا زلمة يا انت عبود قد ولدي يا زلمة. يا عبود، الدولابة. أنا أكبر منك عبود. اه يا زلمة لك فوت بالحساب هذا، أروح فوت بالحساب. يا زلمة يا زلمة يا زلمة، ما بديش يا زلمة. إذا بيصير لك تعطيني ألعب فيه خلص، هالحساب أنا هدية مني لك، وما تحكيني ولا كلمة. يا أقسم صاحبي بالله بزعل منك وحياة القرآن. انت لحظة دقيقة، انت من سنتين تعاين على هذا الحساب وانا اقول لك ما بديش ما بديش يا قلبي. رحمة أبي أعمل لك، أنا حلفت يا زلمة، وراس ابني محمد ما راح يرجع الحساب. استغفر الله واتوب اليك، استغفر الله. هاي حلفت الله. والله احمد يا زلمة احكي لك كلمتين، يا زلمة احكي لك احمد يا الله كلمتين. صدق دخان. بيني اسمع وبينك اسمع اسمع، حلال عليك يا دخان، حلال عليك. خذه اخوي خذه خذه. هلا انتو السوريين مشكلة منكم يا اخي. شوف يا من سمك؟ طيب طيب يا علو، يا علوش انا دقيقة، انت الحين اعطيتني حسابك، اوكي انا ما باخذ حسابك هدية، بدفع لك ماشي مشكلة. ما بدي مشكلة، ما بدي خيو، ما بدي شيء. أنا بدي أعطيني هداك وبلعب فيه وخلاص. أنا مبسوط، أنت وقت تكون مبسوط أنا مبسوط وخلصت القصة. وليك خلي كم يوم الحساب يتأمن مظبوط، خلص بدل له جيميلات وبدل له كل شيء. مبروك عليك الحساب. يا أنا اخي ما ما بدي يصير ما يصير، قسم بالله ما يصير. يا شو اسمك انت؟ قسم بالله خليتني استحي على وجهي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، كيف حالكم أيها الشعب الخنفشري؟ عساكم بأطيب الأحوال. أسفرت وأنورت بوجود الأساتير، ويا أهلا والله بكل سادة. أنت جديدا يا أسطورتي، سوي حركة بركست في هذه القناة. موضوع الفيديو لهذا اليوم خرافي وخنفشري ودراماتيكي ومن كوكب آخر، فأتمنى من الجيش الخنفشري أنهم يحطوا لايكات عجيبة غريبة على هذا الفيديو، وسوي سبسكرايب إذا للحين ما مشترك في القناة، وإذا حاب تتابع انستغرامي رابط انستغرامي تحت في صندوق الوصف. مثل ما انتم شايفين يا سادة الكرام في المقدمه، هذا اللاعب السوري خلاني ادخل حسابه، لكن بخبركم القصه بالمختصر المفيد. هذا اللاعب جاني كذا مره في الواتساب يقول يا دخان شيل الحساب هديه مني، شيل الحساب هديه مني لك، يا دخان حلفت ان هذا الحساب لك، ويا دخان ويا دخان ويا دخان، ولكن انا ما راضي اني ادخل الحساب نهائيا لانه انا ما اريد الحساب. فانا لما بايع الحساب قصدي في المستقبل يمكن اشتري حساب ثاني، ولكن انا نسيت هذه السالفه تقريبا مر لها 3 شهور 4 شهور. امس دخلنا انا وياه في نفس السكواد، قال لي يا دخان هذا الحساب، ايميل الحساب، اريدك تدخل شيونك في هذا الحساب. قلت له ليش؟ قال لي بس اريدك تدخل هذا الحساب وتشوفه. لما دخلت هذا الحساب والله العظيم صدمني، قال لي وحياه ولدي انه ما يرجع الحساب، يعني خلاص قفل لي كل شيء قدامي، وحياه ابني انه ما يرجع الحساب. هذه قويه مع السوريين، فيعطيك الصحه والعافيه على هذا الحساب الخنف وشاري، عجبني، الله ان شاء الله يحفظ لك ولدك. ففي هذا الفيديو يا حبايبي طيب قلبي ان شاء الله راح نختبر قوه هذا الحساب، الحساب قوي او مغشوش يا علوش، الحساب قوي او مغشوش، هذا الفيديو راح اختبره اوكي. فاذا طلع الحساب مغشوش يا ويلك يا سواد ليلك، ولكن اعتقد ان الحساب راح يكون قوي. اتمنى اني ابيض وجهي في هذا الحساب واكون داخل دخله خنفشاريه واجلد كل اللاعبين. يلا يا ساده الكرام اترككم في المشاهده، لا تنسوا لايكاتكم على الخنفشاريه، ويا حبيبي الكل انت اللي زايرني جديد سوي سبسكرايب.
اوهو برغاتوري على راكبي للطائرة الرجارة بتحزمة الامان يتم الاقلاع الان وجهتنا الى بريسيليانو. يا سلام يا رب. ايها الشعب الكبير، يا ايها المنظمة العليا، عاد دخان باسمه الجديد او باسمه الحقيقي. طبعا حبايب قلبي الحمد لله رب العالمين ما حد زور اسمي الحقيقي، يعني رجعت اسمي بالكمال والتمام، وهذا الحساب الجديد اكيد بيخليني ارجع احتراف الخنفشاري. فراح ننزل البيت الاسود، ولكن هذه النزله ما مثل كل نزله، هذه النزله لازم اسوي لهم سفه، لازم اعدل فيهم تعديل شغل خرافي، لازم اصفي فيهم حساباتي. راح ننزل في واحد في اثنين في ثلاثه في اربعه في خمسة في ستة في سبعة في ثمانية في ثمانية في تسعة في عشرة. أوكي ماشي، المشكلة هذول كلهم أعتبرهم مثل شرب الماء. وهذاك المسكين استلم سلاح، خلونا ننزل في هذا الطابق العلوي. يا رب حصل ام بي فور. لا لا يا حلوة يا جميلة، أنت ماذا تفعلين هنالك؟ والأكل أكل. طيب 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 طيب، والله العظيم قسم بالله أحس إني ما أعرف على الأزرار، ولكن ماشي مشكلة. أوه يا حلوة أنت يا جميلة، تعالي هنا خلينا نسلم الام بي 40 دقيقة. ايوه تعالي تعالي يا حلوة تعالي. انا بدي يا حلوة. يا حلوة ما تبكي، انا بجيك يا جميلة. حركات قفز الارنب. ما علي يعني حركات قفز الارنب، والله ما علي، قسم بالله ما علي حركات قفز الارنب. وانت اضرب لحظات بيجيك الدخان، لا تخاف. هي حبيبي، لا 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 لا، يا بابي ماذا تفعل أيها الفتى الخنفشاري؟ قسم بالله جايينك عم تحسن. لا يا حلو، قسم بالله هيد شوت يا الله، شوف دبه، قسم بالله ويضحك، استغفر الله واتوب اليك. حرام حرام الهيد شوت اللي اعطيته، كيف ما مات؟ لا يا الله، لا 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 لا، كنت متحمس وكنت عارف اني بقتله، بس والله سريع هو، يعني طلع لي السنايبر على السريع واعطاني ضربه خنفشاريه خلاني في عداد الموتى. كفو عليه، والله كفو، قسم بالله انك كفو، اسطوره يا اخي. ماشي مشكلة، جيم ثاني يا سادة الكرام، لا تزعلوا، الاحترام موجود والحماس موجود، ولكن لابد ان المحترفين امثالي والاساطير امثالي والمنظمة العليا والقيادات العليا انهم يموتوا في غلطة مطبعية، ولكن الجيم الثاني راح يكون من اقوى ما يكون يا حبايب قلبي. يلا يلا ما في سلاح، هذه حقيبة ما اريد حقيبة في هذا الوقت، اريد سلاح. او بي 40 ام بي 40 ام بي 40 حلو، ام بي 40. طيب رجعنا. اوبا با 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 با. طيب ايوه، هنا ابي ارك. الله يخرب بيته، الله يخرب بيته. ابلع اوكي اوكي تعال ثالث، تعال يا حبيبي. في واحد هنا هو نزل. انسار قتلوه. حلو
خربان هو. طيب طيب ربي دمك، واش عندي انا؟ تمشي اليمين اجيك يسار، تقيم يسار اجيك يمين، تطلع لي فوق انزل لك تحت، تنزل لك تحت اجيك من فوق، ماشي عندي هذا الدخان يا دبي. مع انه ما هو الاحتراف، ولكن في شويونة ذكاء، تحس انه في شويونة اداء، تحس انه في شويونة حركة دراماتيكية. اوه يا سلام، شوف كيف جابها له على طريقة التيك تاكا والرومي انتظر حطها له. هذا هو اسطورة الاساتير. لا تدعم لا تدعم لا تدفع. من وين قتله هذاك؟ كيف قتله؟ حيوة تعال شوف 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 والله موتك يا اخي غبي، والله موتك غبي يا حلو انت يا جميل. انا معي سكوب اربعه وبركب سكوب اثنين، ما شاء الله هذا. هذا مات في الزون تقريبا. لا 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 حلو يا جميل. وين هذاك الثاني؟ خلينا لوتك مسكين والله ما انتبه لي. إذا ما جابك إذا ما جابك الشوق راح تجيبك الحاجة، راح توقع في الحاجة يا حلو. ليش ما جهت شوت؟ اطلع 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 يا جميل، اطلع قسم بالله بتموت في الزون، خليني اقتلك يا حلو يا جميل. انت وين صرنا وين صرنا وين صرنا وين صرنا؟ اركض يا دخان اركض، في واحد خلفك. والله لا توبة، ذيك طحنا في مكان فاشل. والله يخرب بيت هذا المكان الفاشل، وين راح امشي؟ راح امشي خلف الشجرة. اوكي 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 هدوا 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 اعصابكم شوي يا حلوين، هدوا اعصابكم شوي يا حلوين يا جميلين. الله يخرب بيتك، لا يا حلو لا 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 لا. الثاني قسم بالله يا للأسف. حرام حرام
وصلنا لآخر مرحلة، قسم بالله خلصت تلك يا شباب. المهم يا حبايب، قلبي طحت في موقف لا أحسد عليه. طيب ليش وقع بسبالك هذا القصة عدى الأول شيء؟ طحت في موقف لا أحسد عليه خلف الشجرة، يمين واحد يساري واحد، هذا بيدمجني أتخبى من هذا، هذا بيدمجني. فأنا لما جبت هيد شوت قلت يمكن تصيب، ولكن للأسف خان اسبوعي ما رضى يجي هيد شوت ثاني. فأتمنى أن الفيديو نال إعجابكم، أتمنى أنك ما نسيت تسوي سابسكرايب في هذه القناة وتحط لايك على هذا الفيديو، وتابعني في الانستغرام يا خرافي يا خنفوشاري، رابط انستغرامي تحت في صندوق الوصف، وإذا عندك اقتراحات اكتبهم حالي تحت في التعليقات. وكان معارضكم دخان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.